الحضور الكرام، الآن تبدأ مراسم منح درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة. قرار مجلس جامعة القاهرة بمنح درجة الدكتوراه الفخرية تقديراً للدور المتفرد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وبوصفه شخصية عالمية محورية لها تأثير بالغ ومشهود في محيطها العربي والدولي، ولإسهاماته الفياضة في خدمة العروبة والإسلام والمسلمين، ومساندته لمصر وشعبها، ودوره البارز في دعم جامعة القاهرة بما يؤدي إلى تمكينها من أداء رسالتها نحو مجتمعها المصري ومحيطها العربي، ولكي يمتد نور علمها إلى آفاق الدنيا. وبناءً على اقتراح مجلس كلية الطب بجامعة القاهرة، قرر مجلس جامعة القاهرة بجلسته المنعقدة يوم الخميس 29 من شهر جماد الآخرة عام 1437 من الهجرة، الموافق للسابع من أبريل لعام 2016 من الميلاد، منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود درجة الدكتوراه الفخرية. السيدات والسادة، الآن يتسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة القاهرة من الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة. كما يتسلم خادم الحرمين الشريفين شهادة تذكارية على لوح من الفضة لقرار منح الدكتوراه الفخرية. يتسلم أيضاً خادم الحرمين الشريفين رمز جامعة القاهرة قبة الجامعة. ويتفضل الآن خادم الحرمين الشريفين بالتوقيع في السجل التذكاري للدكتوراه الفخرية بجامعة القاهرة. الحضور الكرام، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حي الشعب المصري في مستهل زيارته الحالية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلاً: لمصر في نفسي مكانة خاصة، ونحن في المملكة نعتز بها وبعلاقتنا الاستراتيجية المهمة للعالمين العربي والإسلامي. حفظ الله مصر وحفظ شعبها.